مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفقره الرضاعه من برنامج سبيس تو مام. معكم اخصائيه الرضاعه والامومه ملك قطيش، وبحلقتنا اليوم رح نحكي عن الرضاعه الطبيعيه للام العامله. العديد من الامهات حول العالم تنجح تلاقي اساليب للجمع بين الرضاعه الطبيعيه والعوده للعمل. استمرار وجود الرضاعه الطبيعيه الاعتياديه خلال العوده للعمل تجعل اسهل لطفلك ولك توقع التغيير ان كان عاطفيا او جسديا. وكمان الرضاعة الطبيعية بتستمر بحماية صحة طفلك الرضيع طالما إنها مستمرة. الطفل حديث الولادة بالحضانة أو بالروضة بيتعرض بشكل كبير لأمراض من الأطفال الآخرين، رح يكون بحاجة حليبك وبفضله بيكون محصن أكثر من الأمراض. شو الخطوات اللي لازم الأم تستعدلها للاستمرار بالرضاعة بعد العودة للعمل؟ وشو النصائح لشفط الحليب ببيئة العمل؟ هيدا اللي رح نجاوب عليه بحلقة اليوم. التنظيم المسبق هو المفتاح لنجاحك تستمر بالرضاعة رغم العودة للعمل، والتنظيم رح يكون على مرحلتين، مرحلة التنسيق مع صاحب العمل ومرحلة التنسيق بالمنزل. بداية تنسيق التوقعات مع صاحب العمل، تحدثي مع مدير عملك عن نيتك بالقيام بشفط الحليب أثناء العمل، اشرحي احتياجاتك الخصوصية الخاصة فيك لتقدري تحصلي على ساعات عمل مرنة. اشرحي احتياجاتك الخصوصية الخاصة فيك لتقدري تحصلي على ساعات عمل مرنة وبشكل تدريجي قدر الإمكان. من المستحسن أنه تبدأ أول يوم عمل بالقرب من نهاية الأسبوع، يعني يوم أربعاء أو خميس. بالمرحلة الأولى فكري بالعمل بدوام جزئي أو الدمج مع العمل من المنزل إذا كان هيدا الخيار متاح. من المستحسن ترك يوم عمل فارغ بوسط الأسبوع قدر المستطاع. على الصعيد الآخر التنظيم بالمنزل، ابدأي بشفط الحليب ما لا يقل عن أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل موعد العودة للعمل حتى تتعودي وتمارسي عملية شفط الحليب، وكمان حتى تجمعي مخزون حليب أولي. قرري أي نوع مضخة بتحتاجيها، شفاط يدوي أو شفاط الكهربائي. الشفاط الكهربائي بيساعدك على تقصير وتحسين المدة اللازمة للضخ. ابحثي عن حاضنة أو روضة داعمة للرضاعة الطبيعية بتشجع وبتدعم أهدافك. حاولي تكون مكان إقامة طفلك قريب لمكان العمل لتقدر تقومي بزيارات خاطفة. قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من العودة للعمل ابدأي بأنك تقدمي للطفل الزجاجة أو الكوب. 10 مللتر من المخزون المشفوط تعتبر كافية لمساعدته على التعود على طريقة تناول طعام بديلة. من المستحسن أكيد أنه عملية إعطاء الحليب ما تكون من قبل الأم، ومن المتوقع أنه يتصرف الطفل الرضيع بشكل يعبر عن رفضه لعملية أخذ الحليب البديل. كوني متسامحة لعملية التكيف الطبيعي هاي، لكل طفل معدل مختلف للتكيف. احترمي الرفض، تجنبي إدخال حلمة الزجاجة لفمه رغم عنه، وحاولي بلطف مرة تانية باليوم التالي. وهلأ رح أقدم نصائح للتخفيف عن الأم العاملة والطفل الرضيع. عند وصولك إلى الحاضنة أو عند المربية بنهاية عملك، قومي بالرضاعة الطبيعية الأولى هنيك. هيدي الرضعة رح تقصر فترة الانفصال عنه، وهيك بتتعرضي كمان لبكتيريا المكان، وجسمك رح ينتج أجسام مضادة ضدها واللي من خلالها رح تحمي طفلك بواسطة حليبك. ممكن ترسلي ملابسك مع شنطة طفلك للمربي حتى يقدر يشمها عند أخذ الحليب بفترة غيابك عنه. وأخيراً جدي مجموعات داعمة على الإنترنت للمرضعات لعادوا للعمل. وهي كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لنا بالتعليقات. ولو حابين تعرفوا أكثر عن الأمومة ما تنسوا تنزلوا تطبيق سبيس تو مام.